وسلم. الناس اللي راحوا حضره النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعش على الحج يا عم حسام، اسمعش على الحج، اللي كتب على بعض اسمعش على الحج يا عم الحاج، عايزك تبسط ابو عبار اهم حاجه. سيدي يا رسول الله صلوا عليه، سيدي يا حبيب الله يا خير خلق الله يا رحمة للعالمين، أرسلك الله يا رحمة مهدى مسدى، اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام وأكرم الأكرمين يا رب. قلبي يحن إلى مدينك لطايا، قلبي يحن إلى مدينك تطعها، فمتى أفوز بقربها وأراها، فمتى أفوز بقربها كلا ولا تهوى القلوب سواها، سيروا إلى أرض الحبيب محمد، سيروا 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 سيروا
شفع طه رد السلام على المشفع طه يا مصطفى لنربيها نارا ونحتمي بحماها. سيدنا النبي صلوا عليه، صلوا على طه خير الخلق واحلاها، صلوا عليه. يا آل طه صلوا عليه، يا آل طه، يا آل طه لنا في حي قمر. سيدنا النبي له الحصانات قوى البدر منقسم، طه البشير أسماؤنا رباة محمد أحمد هادي ومعتصم، وله على وجنتي خديه أربعة الورد والياسمين ثم الأس والعلم، وأنطقت لرسول الله أربعة الضب والضب ثم الثعبان والصنم، وآمنت برسول الله أربعة الجن والإنس ثم العرب والعجم. صلى على خير خلق الله أربعة العرش والكرسي ثم اللوح والقلم، فلولا فلولا
الإسلام أربعة حج ومنى ثم بيت الله والحرم. وصلى جميعا على المصطفى الهادي البشير فنقول جميعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على أحمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على المزمل صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على المدثر صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أوصف جمال وأولى صلى الله عليه أوصف جمال شفاعة للي يصلي عليه وشفاعة للي يصلي عليه شفاعة للي يصلي عليه يكون شفيع وخير الأنام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رب صل على أحمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلوا 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 عليه صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله يا صاحب معراج العرش وبراق يمشي في الممشى يا من في السدرة خطوته إذ يغشى السدرة ما يغشى سيدي يا رسول الله يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد يا من تفجرت الأنهار من بين أصبعه
للجيش بالماء لم تنفذ ولم تفدي. رب الجلال تعالى الله خالقه فمثله في جميع الخلق لم أجدي. سيدنا الشيخ عصام السيد مجاهد غالي غالي في منتهى الروعة وصوته جميل وأمتعنا بفاصل التالات والمدايح النبوية. بس لو مش الموضوع اللي أنا عارفه ده يا شيخ عصام ربنا يهدينا ويهديك. ماشي يا عم. طبعا هنفصل بين المبتهلين لحسن كتير قوي أسامة والشيخ صلاح المسلمي وكتير. طبعا سيدنا الشيخ ممدوح جودة سعد. هتقرأ الوقت ولا ناخد الشيخ عزت وبعدين طبه على راحتكم؟